الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. المستقبل من علم الغيب، علم الغيب لا يعلم به إلا الله. نعم، لا يعلم به إطلاقا، بمعنى أنه ما فيش أحد يخبره، الله يعلم هكذا مطلقا، الله يعلم الغيب إطلاق. لكن أنا أعلم الغيب من الله تبارك وتعالى بإلهام، هذا يسمى أنني أعلم الغيب من حيث اللغة، لكن لا أعلم الغيب إلا بواسطة الإلهام الروحي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أنه تكلم بما سيحدث إلى يوم القيامة، هذا من علم الغيب الذي تكلم به النبي، تكلم بما سيحدث إلى يوم القيامة من علم الغيب، لكنه علم نبي وهو علم الوحي. الأولياء معهم الإلهام، هل الله تبارك وتعالى ذكر لنا هذا؟ نعم، ذكر الإلهام وذكر لنا الوحي في ثلاثة أصناف. تصوروا أن حتى الحشرات ذكر لها وحي. الله تبارك وتعالى يقول: وأوحى ربك إلى النحل. أوحى، ما هذا النوع من الوحي؟ هذا نوع من الوحي من الله تبارك وتعالى. الوحي الثاني: وأوحينا إلى أم موسى. هذا وحي. تعلموا مما أخفاه عنكم خوارج السلفية الوهابية، يقول لك إنه لا يعلم الغيب إلا الله، لا يعلم الغيب إلا الله، أتدعي أنك تعلم الغيب؟ الوحي هذا من علم الغيب، حينما الله يوحي إليك بمعنى يلهمك. أم موسى ما هيش نبية، ليست نبي، إنما هي من الصالحين. هذا وحي الأولياء والصالحين وهو الإلهام، أوحى بمعنى ألهم. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: وعلمناه من لدنا علما. التعليم من الله تبارك وتعالى عبر ماذا؟ عبر هذا الوحي وأوحينا إلى، الذي هو الإلهام. هذا الوحي لا يستطيع أحد الوصول إلا حينما تصل إلى مرتبة الإيمان. ولذلك يا أحباب قلنا لكم الأولياء والأنبياء والأولياء والصالحين يسمعون، بنص حديث رسول الله: كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. وكلنا نعلم حادثة سيدنا عمر بن الخطاب مع سيدنا سارية حينما كان في العراق، وسيدنا عمر يخطب المنبر في المدينة، فالله كشف له عن الحادثة أمامه التلفاز. هل كل الصحابة رأى؟ ما في إلا سيدنا عمر رأى سيدنا حارثة وهو واقع في مأزق فأغاثه، هذا في مكان وهذا في مكان. هكذا الأولياء والصالحين، لأنهم ممن كشف الله لهم البصر، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. فما بالك بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ تعال إلى السمع، سيدنا سارية سمع، كنت سمعه الذي يسمع به، لأنه من الصحابة الكرام ممن وصل إلى مرتبة الإيمان. سمع سيدنا عمر وهو يقول له: يا سارية الجبل، التف بالجبل، ففعل كما قال له سيدنا عمر فالتف وانتصر. اجلس وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم غذاء، كأنك تغذي روحك، روحك ميتة، روحك خفتت ماتت بسبب الغفلة، أحيها مثل الجسم حينما تغذيه من أجل ينتعش، من أجل لا يمرض لا يسقم، كذلك الروح لا تسقم، غذيها بذكر الله. وأفضل الذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام وفي هذا العصر وفي هذا الزمان. ثم بعد ذلك أكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة النارية، الصلاة التفريقية، الصلاة التازية. هذه الصلاة أوقفت الحرب بين إيران والعراق، والتي امتدت إلى 8 سنوات. 8 سنوات الحرب بين إيران والعراق أوقفتها الصلاة النارية. كيف أوقفتها الصلاة النارية؟ تعالوا نستمع إلى شيخ بغداد، شيخ أهل السنة والجماعة، المفتي العام للعراق والمفتي العام لبغداد والمفتي العام لأهل السنة والجماعة في العراق. تعالوا نستمع. قتلت الملايين الحرب العراقية الإيرانية، حرصت الحكومة العراقية في ذلك الوقت على إيقاف الحرب، ولم يستطيعوا بكل الوسائل أن يوقفوها. فأتى نائب الرئيس في حينها إلى مولانا الشيخ عبد الكريم المدرس، أحد الأولياء الصالحين، مفتي الديار العراقية، شيخنا رحمة الله عليه، ذلك الرجل الولي الصالح. فقال: يا مولانا الشيخ،
نحن سلكنا كل الطرق والوسائل وأغلقت عين. شوف حينما يعود الحكام إلى الربانيين، وهذا ما قلته لكم، الدولة لا تستقيم إلا بالحكام وبالعلماء الربانيين، ها بالعلماء الربانيين الأولياء، مش بالله علماء السلاطين الذين هم أحذية الحكام. وهذه الدماء تجري ولا نستطيع أن نحقن الدماء. أنتم أولياء الله، أليست عندكم غيرة على عباد الله؟ قال هذا والله من لسان النائب إلى أذني. يعني الذي كلمه النائب نفسه الذي ذهب واستغاث بهذا الولي الصالح، لسان النائب إلى أذني رحمة الله عليه، وانتقل إلى رحمة الله، وكان رجلا صوفيا زاهدا عابدا. المهم قال هل أنت جاد أنت ورأي رئيس الجمهورية؟ هل أنتم جادون بهذا الكلام أم هذا كلام مجاملة؟ من الذي يقول له؟ الشيخ يقول له أنتم جادون في أنكم تريدون توقيف الحرب ولا جالسين تلعبوا؟ أنتم جادون في إيقاف الحرب؟ يقول فقلت له لا والله يا سيدي بأيدينا وأرجلنا نبحث عن ذلك. قال إن كنتم كذلك فموعدنا الخميس عند صلاة العصر عند معروف الكرخي. ليش معروف الكرخي؟ عند قبر أحد الأولياء الربانيين المشهور عنه أنه في ذلك الموقف، يعني عند قبره وعند روضته رضي الله تعالى عنه، معروف الكرخي، قبر هكذا مذكور في كتب أهل السنة، قبر معروف الكرخي ترياق مقرب. هذا الكلام ذكره جمهور من علماء أهل السنة، قبر معروف الكرخي ترياق مقرب، ذكره الإمام الحافظ الذهبي. الإمام الحافظ الذهبي رحمه الله حينما تأتي إلى كتاب سيار أعلام النبلاء ويذكر تراجم السيدة نفيسة، تراجم الأولياء والصالحين كسيد عبد القادر الجيلاني، سيد معروف الكرخي، سيد أبا يزيد البسطامي، الأولياء من السادة الصوفية، يذكر يقول بعد تراجمهم وقبره معروف، وقبره معروف يزار، والدعاء عند قبره مستجاب. هذه الكلمة مذكورة في كثير من تراجم الصالحين في كتاب سير أعلام النبلاء. أنا أذكر هنا الإمام الذهبي فقط الذي هو منسوب لخوارج السلف، منسوب أصلا لابن تيمية، مع أنه تاب طبعا من عقيدة ابن تيمية، لكنه مع ذلك هو الذي يقول لنا، فضلا عن جمهور أهل السنة والجماعة، كل أهل السنة والجماعة يعرفون على أن ضريحة الأولياء والصالحين تلك الأماكن من الأماكن المباركة في استجابة الدعاء، مثل المساجد من الأماكن المباركة في استجابة الدعاء، كذلك عند أضرحة الأولياء والصالحين. مولانا الشيخ الأولياء والصالحين والعلماء جمعهم كلهم، وكانت في ذلك الوقت علماء أولياء، الإمام الشافعي رحمة الله عليه يقول إن لم يكن العلماء أولياء فليس لله أولياء. المقصود بالعلماء الحقيقيين الربانيين، بينهم مولانا العلامة، اليوم من ركب له شيء قالوا عبد الكريم الدبان الحسني، هذا العابد الأصولي النحو الإمام في كل العلوم وإمام في الزهد، ما رأيت عيني أزهد منه. ومن هذه النماذج اجتمعوا عند قبر معروف الكرخي رضي الله تعالى عنه بعد العصر يوم الخميس في يوم 5/8/88، وقرأوا الصلاة النارية بعددها 4444 مرة، ثم دعا مولانا الشيخ يقسم لي النائب، يقول لما خرجنا من السرداب اللي كان خلوة معروف الكرخي، لما خرجنا من المسجد يعني كان النائب خلفي، يقول النائب يقول أنا كنت خلف مولانا الشيخ، يقول فالتفت إلي الشيخ وقال يا أبا أحمد، قلت الصدام شوف الفراسة فإنه ينظر بنور الله. لفت إلى النائب قال له اتصل لصدام قل له لقد كفيتم، خلاص توقفت الحرب. الرجل استغرب، عاد احنا خرجنا من المقام، يعني عاد احنا كملنا نقرأ الصلاة النارية بنية وقف الحرب، وقفت الحرب. قال له خلاص والله بلسان النائب نفسه، قال كل من يقول لك
ان المساعي الحميده او الامم المتحده او كذا كله فاضي كله فينيش وحقن الدماء. والله كذب، والله قد سمعت انا وصدام هذا الخبر من الاخبار ان الخميني يتجرع السم ويوقع الوثيقه، وقع ايقاف اطلاق النار. والله الذي اوقفها شيوخك، والله بهذه العباره الذي اوقفها شيوخك، والله بهذه العباره. فهؤلاء راينا الذين اخبر عن، واليوم ياتي من خوارج السلفيه الوهابيه من يقول لك ماذا؟ الصلاه الناريه فيها شرك، الصلاة النارية فيها كفر، الصلاة النارية لا تجوز، الصلاة النارية بدعة. قبح الله من يقول هذا الكلام، ما يقوله إلا يهود السلفية الوهابية الخوارج. كفانا مزاحا وكفانا من لاس على هؤلاء الشرذمة اليهودية، كفانا. كم بنجلس نملس عليهم، كم نجلس نمسح عليهم. يأتي واحد يقول لي الذين هؤلاء مسلمون الآن وقت التوحد، إيش من توحد مع يهود بلباس الإسلام؟ إذا أنت ما عرفت حقيقة خوارج السلفية الوهابية اليهودية إلى الآن ما زلت بعيد عن الله وعن دين الله وعن شرع الله. لن تنتصروا إلا بتغيير العقيدة، بتغيير عقائدكم. لن تنتصروا إلا بتصحيح العقيدة والعودة إلى مذهب أهل السنة والجماعة الصوفية والأشاعرة. ربانيون تقبلنا مولانا، ربانيون وثبت خطانا، ربانيون رسولنا نادانا، ربانيون ربانيون.